نجح البنك الأهلي المصري في إدارة 51 صفقة تمويلية، وهو أكبر عدد صفقات تم ترتيبها وإدارتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية تخطت 235 مليار جنيه خلال عام 2021 وفقا لمؤسسة بلومبرج العالمية. كما حصل البنك الأهلي على المركز الثالث كوكيل تمويل ومرتب رئيسي، والمركز الرابع كمسوق للقروض المشتركة. وأكد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة دوليا. كما أعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي عن اعتزازه باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المميزة. من جانبه قال شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان بالبنك إن تلك المكانة تعكس احترافية البنك الأهلي وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية.